بعد أن غادر لعدة أسابيع بقيت روزبيل حزينة مشتاقة له، حيث مرت عليها ليالي كثيرة دون نوم متمنية مرارا لو أنها لم تقرأ رسالة أنجيل لما كانت تجادلت معه وقالت له هذا الكلام. لقد مرت الأسابيع دون أن تسمع عنه شيئا، وتدريجيا اقتنعت أنها كانت على حق، فقد استغل عبوديتها له واستغل حبها بينما هو يوفر حبه لامرأة أخرى. أتى الربيع وانتهى موسم الباليه، فاختيرت روزبيل للذهاب في الجولة وقررت القيام بها. فبالرغم من تعاستها بعد الشهرين السعيدين، كانت قادرة الآن على الكتابة له لتخبره بأنها قررت القيام بالجولة. ربما أملت بأن يأتي إلى لندن ويلعب دور الزوج المتسلط فيأمرها بالذهاب معه إلى بورغاندي لتعيش معه، لأنه اكتشف أنه لا يستطيع العيش بدونها. لكن أملها خاب كثيرا عندما كتب لها بدلا من ذلك، شاكرا لها إعلامه عن خططها ومقترحا عليها الذهاب إلى مونتيناي في وقت آخر. فبالنسبة له كان مشغولا جدا لزيارتها في لندن ثانية تلك السنة، ربما في السنة التالية سيأتي إذا كانت ما تزال في الفرقة. تنهدت روزبيل وارتعشت حيث عادت إلى حاضرها، فلم تدرك نفسها إلا والليل قد داهم باريس، الوقت الأكثر إثارة في المدينة حيث تغمرها الأنوار التي تجعلها شاعرية جدا. وقفت على الشرفة لبعض الوقت تراقب زحمة السير. ليون لم يزرها ثانية في لندن ولم يأتي إلى باريس أيضا عندما راسلته في أيلول الماضي، وهي لم تذهب أبدا إلى مونتيناي. لكنها شعرت أن الوقت قد أكمل عمله المعتاد في الشفاء، وستكون آمنة الآن في رؤيته مجددا. خيانته لحبها له لم يجعلها مجنونة كدورها في جيزيل، لكن أجبرها على النمو مما شفاها من حبها له. لذلك لم يكن من المحتمل أبدا أن يستغلها ثانية، لا فرصة له على الإطلاق بأن يستغل الوضع تماما. لم تكن جيدة بداية اليوم التالي، فقد تأخرت روزبيل عند آنيا ميريمي الليلة السابقة فغلبها النعاس، وكنتيجة لم تستحق اللحاق بالقطار الصباحي إلى ديجون، على الرغم من علمها أن ذهابها بقطار متأخر لن يعطيها وقتا كافيا في مونتيناي. إلا أنها ذهبت، فوصلت إلى ديجون عند الظهر في الوقت الذي فاتها فيه الباص إلى بيزيلاي البلدة قرب مونتيناي، وعليها أن تنتظر نصف الساعة ليصل الآخر. كان يجب أن تستسلم حينها وتعود إلى باريس، فكرت وهي جالسة قرب النافذة في الباص تنظر إلى كروم العنب الذهبية ووديان بورغاندي الخضراء. هنا بازيلاي، قال السائق، فنهضت روزبيل من مقعدها وذهبت لتكلمه. هل يمكن أن تدلني كيف أصل إلى مونتيناي من هنا؟ القصر. إذن ابقي في الباص، مونتيناي تقع بين جيسون وهنا. كم ستأخذ من الوقت؟ حوالي 20 دقيقة، ربما أكثر أو أقل، فهو ليس بعيدا، سأخبرك حين نصل. وصلوا أخيرا إلى قرية صغيرة حيث يوجد طريق واحدة مليئة بالبيوت وتحيطها الورود وكروم العنب، والتي تغطي المئات من الأراضي على مد النظر. رجل عجوز كان ينزل من الباص قال لروزبيل وهو يتجاوزها: ليس بعيدا من هنا يا آنسة، القصر على بعد 4 كيلومترات من القرية. شكرا يا مسيو. بعد قليل قال السائق لها: هنا قصر مونتيناي، سيكون عليك السير من هنا. قال لروزبيل ناظرا إليها بسخرية: فرصة سعيدة. كان الطقس حارا جدا والهواء معبق برائحة الكروم والنباتات الأخرى، لم يكن هناك أي صوت، ليس حتى حفيف أوراق أو زقزقة عصافير. هل هي حقا في طريقها إلى القصر؟ نظرت إلى ساعتها وعبست، فقد قاربت الساعة 3 ويجب أن تسرع لو لم يكن الطقس حارا فقط. فجأة خطت على حجر فلوت كاحلها، صرخت من الألم. يجب أن تكون حذرة أين تضع قدمها، فأبطأت خطواتها. ليس من الجيد الآن أن تلوي كاحلها أو تكسر عظمة في قدمها مثل آنيا. صرخت فقد لوت كاحلها مرة ثانية فتوقفت من الألم،
ثم حاولت التقدم، لكن كاحلها كان قد ضعف من الضربتين، وأدركت أنها فقدت كعب حذائها. كان هذا كثيرا عليها ليوم واحد. ساعدت نفسها على الوقوف وعرجت إلى جانب الطريق حيث جلست على جذع شجرة عتيق، فخلعت حذاءها لتتفحص كاحلها، فرأت دائرة سوداء تتكون بين عظمة الكاحل والقدم. لم يكن عليها أن تأتي، ربما كان عليها أن تقبل نصيحة أدريان، فلم يكن عليها أن تأتي وترى مونتيناي وليون من جديد. لن يستحق هذا عطب قدمها وربما مستقبلها كراقصة، والآن ماذا عليها أن تفعل؟ فكأنها في الصحراء لا وجود لأحد، وعليها الانتظار قليلا حتى تستطيع المشي قليلا نحو البيت. على الإنسان التفكير والله في التدبير. خطر على ذهنها هذا المثل القديم وهي جالسة تستمع إلى أزيز النحل والحشرات في الأعشاب. لقد كانت تنوي الوصول إلى مونتيناي في كامل أناقتها كالباريزيين لتبرهن لليون أنها لم تعد الفتاة الساذجة والبريئة التي تزوجها ثم أغواها عندما زار لندن. لكن الآن يبدو أنها ستصل بشكل آخر، لكن على الأقل تستطيع إصلاح شعرها وهي جالسة هناك. أخذت مشطها ومرآتها من حقيبة يدها حين التقطت أذناها صوت أعلى وأقوى من أزيز الحشرات قربها. لقد كان صوت آلة ما على الطريق العام. لم تكن لتأمل أن تمر من طريقها، لكنها ارتجفت أعصابها عندما سمعت صوت المحرك وهو يقترب منها. كانت الآلة عبارة عن عربة مزرعة من تلك التي تنقل الخضار والفاكهة إلى الأسواق. فلوحت روزبيل بحقيبتها في حال لم يتوقفوا عند وصولهم إليها. كان هناك شخصان حين توقف وأطلق وراءه سحابة غبار، وبالرغم من كل الضجة التي يصدرها المحرك ناداها صوت أنثوي من النافذة. ماذا حصل؟ قفزت روزبيل إلى جانب اللوري. كانت امرأة في 25 تقريبا، كبيرة وضخمة ذات شعر بني وعينان قاتمتان ووجنتان كالخوخ. لقد لويت كاحلي أعتقد ولا أستطيع السير، هل يمكنكم أن تقلوني إلى القصر أرجوكم؟ سألت روزبيل. عبر وجه المرأة عن اهتمام صادق، فاستدارت وقالت شيئا للرجل الجالس قربها ثم فتحت الباب وخرجت من اللوري. آه يا للمسكينة، قالت وهي تنظر إلى قدم روزبيل التي رفعتها عن الأرض. بسرعة يا بيير، تعال وارفع الآنسة إلى العربة. لا يمكنني أن أصعد بنفسي، قالت روزبيل. لا أعتقد هذا يا آنسة، قال بيير وهو أيضا كبير وذو عضلات يرتدي لباس عامل مزرعة، فرفعها بسهولة ووضعها على المقعد وجلست المرأة بجانبها، وأخذ بيير مكانه وراء المقود ثم انطلقوا. إذن تريدين الذهاب إلى القصر؟ قالت المرأة. من تريدين رؤيته هناك؟ أنا ذاهبة لرؤية السيد شوغيني، ليون شوغيني، ردت روزبيل. هو يعيش في القصر، أعني أنه ما زال يملكه، أليس كذلك؟ أضافت روزبيل بعصبية خفيفة، فيمكن أن يكون قد باع البيت. أجل، ما زال يملك مونتيناي وهو في البيت اليوم، هل يتوقع قدومك؟ لأنه لم يذكر لي عن توقعه لزائرين اليوم. أعتقد أنه من الأفضل أن أعرفك بنفسي، أنا أنجيل أرسينوت مدبرة المنزل، وهذا أخي بيير يعمل عند السيد شوغيني أيضا. شعرت روزبيل ببعض الاستغراب، إذن هذه هي أنجيل، المرأة التي لا يسلم من نواياها أي رجل، فهي لم تستطع سوى رؤية عاطفة الأمومة الملتهبة التي ذكرها ليون مرة، والتي تبدو جلية في عينيها وفي خدودها الممتلئة. أنا روزبيل ستانسون، عرفت بنفسها. حقا؟ ارتفع صوت أنجيل بدهشة. إذن أنت زوجة المدير. أجل، لكن كيف عرفتي؟ فستانسون هو اسمي الأصلي، لم أظن أنك ستتعرفين عليه، و لكن بالطبع أعلم، لقد أخبرني سيدي المدير، أخبرني عنك وأنك ترقصين الباليه، أليس كذلك؟ وكنت تعيشين مع جدته في باريس. استدارت أنجيل لتتكلم مع أخيها. بيير، هذه مدام شوغيني أتت إلى البيت أخيرا. أهلا بك في مونتيناي يا مدام،
ابتسم بيير بمرح. شكرا لكم، قالت روزبيل بوهن. لقد شعرت بالإحراج من ترحيبهم الحار. ماذا سيقولون إذا علموا أنها آتية لبضع ساعات فقط؟ ماذا سيقولون عندما يعلمون أن ليس لديها النية في البقاء؟ مر لوري تحت قوس ليعبر السور ويتوقف في ساحة مليئة بالألوان من كل أنواع الأزهار. وعندما حملها بيير إلى البيت شعرت وكأنها تحلم حلما رائعا ستستيقظ منه لتجد نفسها في باريس. أجلسها بيير على كنبة في صالة صغيرة فشكرته وذهب. وقبل أن تستطيع قول أو فعل أي شيء كانت أنجيل منحنية قربها تتفحص كاحلها. إنه أحسن الآن، لكنه بحاجة إلى حمام مياه دافئة، سأذهب وأحضرها، قالت أنجيل. من فضلك هل؟ ابتدأت روزبيل ثم توقفت لأن مدبرة المنزل كانت قد خرجت من الغرفة. ربما تنوي إعلام ليون بزائرته وهي تحضر المياه، فكرت روزبيل. كانت الغرفة باردة وهادئة وعبقة برائحة الأزهار المنبعثة من الأحواض قرب المدفأة. هل سيهدأ الألم ويمحو الورم؟ قالت أنجيل بعملية حاملة وعاء مياه دافئة حيث جلست أمام روزبيل. هل أخبرت ليون زوجي أنني هنا؟ سألتها روزبيل تدريجيا وهي تضع قدمها في المياه الدافئة. لقد ذهب بيير ليبحث عنه، فهو يعمل في الكروم من الجهة الثانية للوادي. هل أتيت من مكان بعيد اليوم؟ من باريس، تكلمت روزبيل بقلق متذكرة الريبة التي راودتها مرة بشأن هذه المرأة. إذن كانت رحلتك طويلة، لابد أنك ظمآنة وربما جائعة أيضا. هل تودين بعض الليموناضة أم تفضلين الشاي؟ ليموناضة من فضلك، ردت روزبيل بامتنان وراقبت المرأة تخرج من الغرفة متمنية أنها يا ليتها لم تضطر للاعتماد عليها. السيد المدير، أنجيل، نادت ليون مما يدل على احترام في صوتها. من الصعب التخيل أنها نادته في يوم من الأيام بحبيبي في رسالتها، لكن حينها أيضا كان من الصعب عليها أن تتخيل الجندية المرتزقة كسيد لهذا البيت القديم الجميل ولكل تلك الأراضي المحيطة به. الآن بعدما رأت مونتيناي تستطيع تفهم هواجسه به. فقد عاش فيه أسلافه وصنع النبيذ هنا، فقد كان في دمه ومن الطبيعي أن يريد وجوده هنا. عادت أنجيل إلى الغرفة حاملة صينية عليها كوب طويل من الليموناضة مع طبق من البسكويت، فوضعته على الطاولة وحملت قدم روزبيل ووضعتها على مسند مخملي بعد أن جففتها. الآن دعيني أنظر إلى كاحلك ثانية، أظن أنه تورم كفاية، فمن الأفضل أن تبقيه ممددا هكذا، وبعد ذلك يمكنني أن أضمده لك إذا أحببت، لكن من الأفضل ألا تسيري على الإطلاق. لكن علي ذلك، يجب أن أعود إلى باريس الليلة، ألا يمكنني استعارة عكازات من مكان ما؟ عكازات؟ أجل، أحيانا يمكنك استئجار عكازات من صيدلية. لكن لا يوجد صيدلية هنا يا سيدتي، أقرب واحدة في تورنوس. حملت أنجيل وعاء المياه وقالت سأحضر لك شيئا لقراءته بينما يأتي السيد، فهذا سيساعدك على قضاء الوقت، وخرجت بابتسامة رقيقة. كانت مدبرة المنزل لطيفة جدا، حتى إنه من الصعب أن توقف شخصا كهذا عن التغلب عليه في عاطفته، فكرت روزبيل. ولو كنت رجلا تعيش في نفس البيت مع، كان عليها أن تنتزع أفكارها من ذلك الاتجاه، فلا يهمها كم هي لطيفة مع ليون، لا يهمها إذا كانت هذه المرأة عشيقته، لا يهمها لأنها لم تعد تحبه. أحضرت لها أنجيل بعض المجلات القديمة وانصرفت. حاولت روزبيل قضاء الوقت بهم، لكن مرت أكثر من ساعتان وما زال لا أثر لليون ولا حتى أنجيل. وقفت روزبيل من جديد، ولكن هذه المرة على قدم واحدة، وقفزت إلى النافذة حيث رأت المروج الخضراء والنهر الوهاج. لكن أين ليون؟ يعمل في الجهة الأخرى من الوادي، قالت أنجيل. لماذا لم يأتي بعد؟
عادت قافزة على رجلها اليمين بنفاذ الصبر وجلست على الكنبة. وفي تلك اللحظة سمعت صوت أنجل وصوت آخر عميق يتكلم بقسوة آمرا، إنه صوت ليون. شعرت روزبيل بنفسها ترتجف من الإثارة، وفي اللحظة التالية أنبت نفسها لأنها شعرت هكذا عندما سمعت صوته. دعمت نفسها بيديها متكئة على الكنبة، فمن الأفضل أن تكون على قدميها عندما يدخل، من الأفضل أن تحييه ببرود. أتى ليون عبر الرواق إلى مدخل الغرفة ثم توقف فجأة عندما رآها. رأت عيناها تتسعان بفرح، لكن تلك كانت الإشارة الوحيدة والتي جعلته يبدو متفاجئا لرؤيتها. ثم استدار نصف دورة باتجاه أنجل والتي عبرت الممر وكأنه يبحث عنها، ثم عاد إليها عبر الغرفة بخطوات قليلة. روزبيل حبيبتي، أنا سعيد لرؤيتك. وقبل أن تستطيع التحرك طوقها بذراعيه، فرأت أنجيل واقفة عند الباب تراقبهم، ثم لم تدري إلا وقد سحق فمها بفمه وكأنه يعاقبها أكثر من أنه يرحب بها، ثم رفع رأسه. لقد نسيت كم مذاقك جيد، تمتم وأحنى رأسه ليقبلها ثانية، لكنها غضبت من نفسها لأنها تركت مشاعرها ولو للحظات قليلة، فأدارت رأسها ثم نظرت فلاحظت أن أنجيل قد ذهبت، فوضعت يديها على ذراعيه ودفعته. كان هذا أداء جيدا، قالت ببرود، لكن يمكنك التوقف الآن، لقد ذهبت أنجيل. ذاقت عينيه بغضب فتركها، مما أفقدها توازنها فاضطرت لوضع قدمها على الأرض، فشعرت وكأن حد السكين قطعت كاحلها فصرخت. ما الأمر؟ قال عابسا، كاحلي، لقد لويته، لا أستطيع السير عليه. إذن من الأفضل أن تجلسي، قال بجفاف. ومرة ثانية قبل أن تستطيع التحرك حملها بين ذراعيه مثلما فعل بيير، لكن عندما حملها بيير لم تشعر بالحرارة في جسدها ولا بقلبها يتسارع. عندما استلقت على الكنبة جلس بجانبها ورفع لها قدمها اليسرى، فسحبت قدمها من يديه المتملكتين ووضعتها فوق رجلها الأخرى. لا تبدو جيدة، كيف لويتها؟ من السير على الطريق الوعرة، ألم تخبرك مدبرة منزلك كيف وجدتني هي وأخيها وأوصلاني إلى هنا؟ أخبروني فقط أن لدي زائر غير متوقع. لقد أخذت وقتا كفاية لتأتي، قالت بيأس. لقد أخذ بيير بعض الوقت ليجدني، لماذا لم تخبريني بأنك قادمة؟ كنت أخذتك من القطار في ديجون. كان قرارا مفاجئا، تمتمت متجنبة نظراته القاتمة. تمنت لو أنه ليس قريبا منها هكذا، حيث تنشقت رائحة التربة والعنب. لقد كان بحق رجل الأرض، كان مختلفا جدا عن الرجال الذين التقت بهم، الراقصين ورجال الأعمال مثل أدريان. لكنت هنا من قبل، أكملت بعصبية، ليس من صمته فقط بل من أحاسيسها التي تأججت فيها من مجرد اقترابه. لكن كل الأشياء سارت بشكل خاطئ، علي أن أعود إلى ديجون لألحق بقطار باريس، يجب أن أكون في باريس هذا المساء. شعرت بالثقة أكثر لأنها أخبرته واستطاعت أن تنظر إليه ثانية. جئت اليوم لنتناقش بشأن حالتنا الزوجية ليون، لقد حان الوقت لنفعل شيئا. أجل، وسأكون سعيدا لمناقشة الأمر معك، فقد طرأ كثيرا على ذهني مؤخرا، لكن لا يمكن مناقشته في ساعة، سيكون عليك البقاء لعدة أيام. توجهت نظراته إلى قدمها، يجب أن تبقي لتريحي قدمك على الأقل، كراقصة لا يمكنك تحمل عواقب المجازفة بجرح كهذا. أعرف إنني لا أستطيع، لكنني لا أستطيع البقاء أيضا، يجب أن أعود إلى باريس هذا المساء، لقد وعدت. وعدت من؟ صديق. إذن لدينا اتصال الآن، بإمكانك الاتصال بها وإخبارها بما حصل حتى لا تقلق لعدم عودتك، لأنني لن أتركك تعودين قريبا، ليس وأنت الآن هنا. إنها ليست، حسنا، إنها ليست مسألة ترك أذهب،
لا أستطيع البقاء ولا يمكنك جعلي أبقى. لا يمكنني. لا تعرفين عني الكثير إذن يا حبيبتي. أضاف بثقة، وكيف تعتقدين أنك ستعودين إلى ديجون لتصلي للقطار إذا لم أقلك إلى هناك؟ مثل ما جئت بالباص طبعا. لا، آخر باص إلى ديجون سيمر بعد 5 دقائق بالتحديد عند آخر الخط، ولن تستطيع اللحاق به مع كحلك هذا. حدقت به بحنق فرد لها نظرتها بسخرية. إذن سأضطر لأن أطلب من أنجل أن توصلني أو يوصلني أخيها بيير إلى ديجون. ردت بسرعة، لقد ذهب بيير إلى زوجته وأنجل معه، فهي تعيش معهم الآن. إنها تأتي كل يوم فقط لتنظف البيت. لا تزعجي نفسك بجدال أكثر يا صغيرتي، قال برقة. ستبقين هنا الليلة وربما 3 أو 4 ليالي أخرى، ستبقين حتى يتحسن كاحلك. لكنني لم أحضر ثيابي معي، كان لدي القليل منهم أيضا عندما أتيت لأراك في لندن، لكنني بقيت، أجاب وهو ينظر إلى ثوبها. ثوبك جميل جدا لكن غير مناسب للريف، أما بالنسبة لهذه. انحنى وحمل حذاءها. يا إلهي، لا عجب أنك حلك قد أصيب، أضاف بجفاف. على كل حال لا يوجد أحد هنا لتقلقي بشأن ملابسك، ويمكنك التجول حافية القدمين في البيت، إذا سوي الأمر ستبقين. وقف، والآن سنشرب كأس نبيذ للاحتفال بالطبع. كانت سعيدة لأنه ابتعد عنها لكي تحظى بفرصة لاستجماع قوتها. لا يمكنها أن تبقى وحدها معه في هذا البيت الكبير الليلة أو أي ليلة أخرى. عاد حاملا كأسين من النبيذ الأحمر وأعطاها واحدا، وعلى الفور تذكرت ذلك المساء منذ 2.5 سنين. هل هذا من نبيذك؟ سألت وهي تأخذ كأسها. أجل. جلس بقربها من جديد. هذا إنتاج تلك السنة التي ذهبت فيها لرؤيتك، منذ ذلك الحين والإنتاج ضعيف، الطقس سيء، لكن هذا الصيف ربما سيحالفني الحظ مجددا. نظر إليها طويلا ثم رفع كأسه. نخبنا ونخب المستقبل. نظرت روزبيل بسرعة إلى كأسها إلى أعماق النبيذ. ليون، بدأت ثم غيرت رأيها بشأن ما كانت ستقوله. لا أستطيع أن أشرب نخب ذلك. لما لا؟ نظرت إليه فكان يراقبها وعيناه تتجولان على وجهها، فحاولت المحافظة على هدوئها. شدت على كأسها فانكسر بين يديها، ووقع النبيذ كالدم بينهما مشكلا بركة في حضنها. أنا آسفة. يبدو أنك لا تعرفين مدى قوتك، قال ساخرا واضعا كأسه على الطاولة ليلتقط الزجاج عنها، ثم قدم لها منديلا كبيرا لتلتقط فيه النبيذ عنها. أخشى أن ثوبك قد عطب للأبد، سأحضر لك كأسا آخر. لا لا يا ليون، أرجوك استمع إلي، قالت بسرعة. لا نبيذ ولا أنخاب، يجب أن نتكلم بمنطق. توقفت عندما لفت انتباهها حركة في الممر. كانت أنجيل قادمة إلى الغرفة حاملة في يدها زوج عكازات، ووجهها يشع بابتسامة ارتياح. المعذرة، قالت، انظري ماذا وجدت. عرفت أنني رأيتها في مكان ما، وبيير ذكرني أن جيلز دوماي لديه منها بعدما كسر رجله، لذلك أقنعت بيير بأن يذهب إلى بيت دوماي ويطلب منه استعارتها لك يا مدام. تقدمت أنجيل إلى الكنبة ووضعت العكازات عليها. هذا لطف منك أن تتكبدي المشقة، بل من دواعي سروري يا سيدتي، لا إزعاج على الإطلاق. أعرف أنك تريدين العودة إلى باريس الليلة، ففكرت. لن تعود السيدة إلى باريس الليلة، قطع صوت ليون كلام أنجيل. ستبقى هنا لعدة أيام، ربما طول الصيف. إذن هل تود أن أبقى الليلة لأعد لكم العشاء؟ قالت أنجيل مستديرة نحو روزبيل. سيكون من الصعب عليك يا سيدتي أن تطهي وكاحلك يؤلمك، لن تستطيعي تدبر الأمر حتى مع عكازات. أنا سأعد العشاء، تكلم ليون بقسوة مرة أخرى.
شكرا لك على العكازات يا أنجيل، ومع السلامة. الطريقة التي قالها فيها وكأنه يطردها، فكرت روزبيل. أنت متأكدة يا سيدتي أنك لا تودين مني البقاء؟ سألت أنجيل. لا، ليست متأكدة، قال ليون، لكن أنا متأكد، لذا اذهبي في طريقك يا أنجيل، سنراك بعد غد. أجل يا سيدي. يبدو أن أنجيل تكون سعيدة إذا ما أمرها رجل أو شخصية أقوى منها. إلى اللقاء يا سيدتي، قالت مبتسمة. آمل ألا تؤلمك قدمك كثيرا الليلة. خرجت من الغرفة فعاد كل شيء كما كان، فأحضر ليون لها كأس نبيذ وبدأت ترشف منه بسرعة قبل أن يقترح نخبا آخر. حمل كأسه وجلس بعيدا عنها هذه المرة. لماذا لا تعيش أنجيل في القصر الآن؟ سألت بعد لحظات من الصمت والتردد. من يدري، انتقلت إلى بيت أخيها في القرية بعد عودتي من لندن بقليل، أي منذ أكثر من سنتين. فابتسم بمرح. ربما عاطفتها نحوي ازدادت، فوجدت الأمر محبطا بأن تعيش معي في نفس البيت دون أن تشاركني سريري. فكما ترين، لقد أملت دائما أن تصبح سيدة القصر هنا. في الواقع لقد أغوت بول أرسينوت بذلك. لقد ظنت أنه سيتصرف كسيد محترم ويتزوجها عندما أخبرته أنها تتوقع منه طفلا، لكن بدلا من ذلك أصابته ذبحة قلبية ومات، قال بسخرية ممتعة. ثم اشتريت أنا المكان فحولت نواياها نحوي. تقصد أنها أملت إنجاب طفل منك؟ استعلمت روزبيل. ليس فقط أملت، بل ما زالت تأمل. حتى بعدما أخبرتها بأنني متزوج وسأزورك لم تستسلم، وعندما عدت من لندن بدونك استخدمت ضغطها تماما. أضاف برقة، كان من الصعب رفضها دون خسارة خدماتها كمدبرة منزل، لكن بطريقة ما تدبرت إيصال رسالتي لها فانتقلت من البيت، لكنها ما زالت تأتي إلى البيت كل يوم آملة بأن تجعل نفسها مقبولة. توقف ليتمتم شيئا فضلا عن النساء. لابد أنها وجدت الأمر غريبا أننا لا نعيش سويا، قالت روزبيل. لا أهتم بما تفكر، رد بسرعة. ولابد أنها تتساءل لماذا لم نحصل على الطلاق، أكملت بحذر. إنها تتساءل حتى أنها اقترحت الأمر مشيرة إلى أنك لا تتصرفين كزوجة، فأنت لا تبقينني دافئا في سريري، تطبخين لي وتعتنين بالمنزل لأجلي. أتمنى لو أنك أخبرتني كل هذا عنها ذلك الصباح قبل أن تغادر لندن. وهل كان ذلك أجدى أي نفع في حينها؟ لقد حاولت جهدي أن أشرح لك بأنني لا أهتم لها، لكنك كنت غريبة ذلك الصباح وغير معقولة أبدا. أنا أحب ذلك. بعد قراءتي لتلك الرسالة كنت تتوقع مني أن أكون عاقلة. أولا، لم يجدر بك قراءة رسالة موجهة إلي، وثانيا لا يحق لك خلق افتراضات عن علاقتي بها. حسنا، ها لقد عدنا إلى حيث تركنا ذلك النهار، أليس كذلك؟ أنت غيورة وما زلت لا أفهم لماذا. لقد شعرت بأنك خدعتني في عدة أمور وما زلت أعتقد ذلك. لماذا؟ لأنني تصرفت كزوج، لأنني بقيت وعشت معك، نمت معك، تشاركت معك. هل هذا خداع؟ وكل الوقت صدقت أنني أفعل ما يرضيك. لعن وشرب جرعة كبيرة من كأسه وذهب ليملأه بمرارة. ابتلع نبيذه ووضع الكأس، ثم تقدم نحوها وأخذ كأسها. الآن حان الوقت، فكرت روزبيل. حان الوقت لتطلب منه الطلاق الآن بينما هو غاضب منها ويكرهها. نظرت إليه مشجعة نظراته الوحشية في عينيه بينما يتجول ذهابا وإيابا قرب الكنبة ناظرا إليها. إذا كان هذا ما تشعر به نحوي، ستكون سعيدا إذن أن توافق على الطلاق، قالت. لهذا أتيت اليوم لأخبرك أنني عائدة إلى باريس لأستأنف حياتي. لماذا؟
لماذا؟ ماذا؟ لماذا تريدين الطلاق؟ جلس ليون قربها واضعا ذراعه على ظهر الكنبة، انحنى نحوها حتى شمت رائحة الخمر في أنفاسه بغير إرادتها ولكن بحذر. انتقلت نظراتها إلى صدره فأحست برغبة مفاجئة تحثها على لمسه. لم تحس هكذا مع أدريان أو مع أي رجل آخر، فقط مع ليون شعرت برغبتها البدائية في أن تلمسه. لكن هذا ليس له علاقة بحبه، لا علاقة على الإطلاق. لقد تلقيت عرضا للزواج، قالت بحزم. فقط واحد، قال بحنق. ماذا تعني فقط بواحد؟ طالبته مستديرة نحوه بسرعة لتجد أنها لا تبعد عنه سوى إنشاة صغيرة، فأبعدت رأسها إلى الوراء. لقد ظننت أن امرأة جميلة مثلك كانت ستتلقى أكثر من عرض خلال السنتين الماضيتين، قال ونظر إلى حنجرتها. لطالما أحببت هذا الخط، لمسه بإصبعه ثم تقدم وقدم رأسه منها أكثر، وتجولت شفته على وجهها وعنقها ثم إلى فتحة ثوبها. لا توقف، صرخت واضعة أصابعها في شعره محاولة إبعاد رأسه عنها. نصف متألم ونصف ضاحك رفع رأسه ممسكا بمعصميها ساحبا يديها حتى شعره وأبقاهما أسيرتين بين يديه. دعني، اتركني الآن، لم آتي إلى هنا لأمارس الحب معك. حقا، إذن لماذا أتيت؟ ليس فقط لتخبريني أنك تفكرين بالطلاق وتريدين البدء بالإجراءات، كان بإمكانك إنهاء ذلك عند المحامي. أعرف ذلك، لكن بدأ الأمر متحضرا أكثر أن أراك وأتناقش معك بالأمر بعقلانية. من المستحيل أن تكوني أنت عقلانية، ومن المستحيل أن أكون أنا أيضا عقلانيا وأنت هنا الآن كالعادة، فأنت تثيرينني، قال مستفزا. هل أنت متأكد أنها ليست الخمرة التي شربتها هي التي تفعل ذلك؟ أنا متأكد يا حبيبتي، لقد مر وقت طويل منذ كنا سويا في لندن، كان يجب أن تأتي منذ زمن، لكن الآن أنت هنا وأنوي استغلال زيارتك جيدا. لا أبدا. هذه المرة استعملت أظافرها، لكنه أمسك بيديها ووضع ذراعيها خلف ظهرها بينما كان يضحك. كان يجب أن أعرف أنك لن تكون عادلا، صرخت. اتركني يا ليون، أرجوك دعني، لقد فات الأوان، لا أستطيع. فحملها بين ذراعيه وخرج من الغرفة. أنزلني، إلى أين ستأخذني؟ ماذا ستفعل؟ ألا تستطيعين التخمين؟ لن أذهب إلى سريرك. حاولت بكل قواها، حاولت التخلص منه، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. هذا سخيف، سخيف أن تذهب إلى السرير في هذا الوقت من النهار، قالت بسخرية بعدما فشلت في التخلص منه. يمكنني الذهاب إلى السرير في أي وقت مع امرأة جميلة وموهوبة مثلك، رد بسرعة وحسم. كيف يمكنك أن تكون وحشا لهذه الدرجة؟ وضعها على السرير وحاولت النزول ولكن الألم منعها فجلست مكرهة. أحست بدفء جسده قربها فاستدارت فجأة لتواجهه وهي تهرب بنفسها منه. أنا لا أحبك، أنت تضيع وقتك، فكل ما ستفعله الآن سيكون رغم إرادتي لأنني لا أريدك. لقد كذبت علي سابقا وأكمل ما كان يفعله، لكنني لا أكذب، فأنا لا أحبك يا ليون. وما هو الحب؟ هو ما تريدين وأنت تريدينني، وإلا لما جئت إلى هنا. ليس كذلك، جادلته بصوت مهتز لأنها بدأت تحس بالرغبة تداهمها، فقاومت محاولة إكمال كذبتها بعدم إظهار أي تجاوب. لكن عندما قبلها أحست برأسها يدور أسرع خارجا عن سيطرتها، فتفجر جسدها حيث اجتاحتها الرغبة وأظهرت كل الضغوط التي بنتها عندما كانا منفصلين. شعرت بالحب يزداد في كيانها ويعطيها إحساسا فائقا بالسعادة، ثم حبست دموعها طويلا، لكن دموعها انحدرت على صدره فحضنها دون أن يقول شيئا حتى غطت في نوم عميق. روزبيل،
كان اسمها نغما رقيقا ينتشلها من أعماق نومها يرفعها إلى وعيها الكامل. كثير من الأوقات حلمت بأنها سمعت ليون يتكلم إليها هكذا، ينادي اسمها بلطف وكأنه يداعبها. لذلك فتحت عينيها آملة أن تجد أنه لم يكن هناك وأنها نامت لوحدها. لم تكن لتفتح عينيها الآن، كانت تبقيهم مغمضتين لتحاول النوم مجددا لأنها تنسى الألم والندم في نومها. روزبيل. هذه المرة كان الصوت قويا آمرا، فابتسمت وهي تدير رأسها على الوسادة متمتعة بتلك النبرة الآمرة التي نادتها باسمها. أجل، لقد نمت لفترة طويلة حوالي 12 ساعة كطفل صغير، وقد أصبحت الساعة 7 صباحا، يجب أن تأكلي. لم تكن تحلم إذن. ليون هناك جالس على حافة السرير بكامل ملابسه. ماذا حصل؟ حيث وعت أنها عارية تماما، فتذكرت الليلة الماضية وراودها فجأة إحساس بالخجل من ضعفها. لن أسامحك أبدا. لن تسامحيني على ماذا؟ لما حصل؟ على ما فعلته الليلة الماضية؟ ليس هناك شيء ينتظر الغفران، فما حصل ما فعلته أنا وأنت جزء طبيعي من كل زواج. إنه نتيجة مشاعرنا وأحاسيسنا، تعبير عن عواطفنا في لقاء بعد انفصال طويل. مشاعر، كل ما شعرت به كان حيوانيا. بصقت كلماتها ملاحظة أن عينيه تحدق بكتفيها العاريتين واللتين انزلق عنهما الغطاء، فرفعته حتى ذقنها. إذن أنا أوافقك، إنه كان هناك شيء من هذا في كيفية شعوري. فقد نميت وأصبحت جميلة جدا كما قلت لك يوما من الأيام، ففقدت السيطرة على نفسي. لكن ماذا عنك يا حبيبتي؟ كيف يمكنك وصف ما أحسست به أمس؟ لم أشعر بشيء حقا. لكنت صدقتك، لابد أنك تطورت إلى ممثلة جيدة. فقبولاتك كانت ممتعة وملاطفاتك. في الحقيقة كنت أفكر هذا الصباح كم أنا محظوظ ليكون لدي زوجة عاطفية مثلك، فرجال كثيرون سيحسدونني. لما فعلت أنا؟ أقصد لما كان حصل الشيء لو لم تجبرني. أنا أكرهك وأتمنى لو أنني لم آتي لأراك. ستتغلبين على شعور كهذا، أعتقد أنك ستأخذين فترة قبل أن تتكيفي، لكن بعد مرور أيام على وجودك هنا. لن أبقى هنا لعدة أيام، سأعود إلى باريس اليوم لأعالج كاحلي عند جراح. يمكنك فعل هذا في مونتيناي. أفضل أن أعالجه عند اختصاصي أعرفه وأثق به. وتعرفين واحدا في باريس؟ أجل، إنه يعالج آنيا ميريمي. وأخبرته عما حصل لآنيا وكيف حلت مكانها. إذن أخيرا أصبحت غير بريئة، أو لم تعودي تفتقدين للخبرة العاطفية لتمثلي هكذا دور. يبدو أنك كبرت أخيرا. علق بجفاف. تذكرت منذ 5 سنوات عندما قال لها: روزبيل الصغيرة، متى ستكبرين؟ بالطبع كبرت، والآن بما أنني برهنت عن استطاعتي بالرقص لأدوار فردية سأتلقى عروضا أكثر، لهذا لا أريد المجازفة بكاحلي. ليون أرجوك، هل يمكنك أن توصلني إلى ديجون هذا الصباح حتى أستطيع الذهاب بالقطار إلى باريس؟ أستطيع تدبر أمري على العكازات. لن يزداد الورم سوءا. تمتم وهو يطرق بأصابعه على كاحلها الأيسر، فسحبت قدمها منه بعيدا. لا تلمسني، لا أحب أن تلمسني. بل تحبين، لكنك لا تحبين الاعتراف بأنك تحبين. لقد حان وقت عملي، قال وبدأ بالدوران حول السرير باتجاه الباب. إذن لن توصلني إلى ديجون هذا الصباح. لا، ليس هذا الصباح، أنا مشغول جدا. من الأفضل أن ترتاحي قدر المستطاع. كلما أرحت كاحلك أكثر كلما تحسنت أسرع. لقد أخبرت صديقك الذي اتصل ليلة أمس أن هذا ما ستفعلينه للأيام القليلة المقبلة. صديقي، لقد نسيت أدريان تماما.
قال إنه أدريان كورويل، اتصل البارحة يريد معرفة ما حل بك. إذن لماذا لم توقظني حتى أتكلم معه؟ حاولت أن أوقظك مرة، لكنك كنت غارقة في نوم عميق حتى أنك لم تتناول طعام العشاء معي، لذا فكرت أنه من الأفضل تركك هكذا. واستدار متجها إلى الباب من جديد. يبدو أن صديقك تفهم عندما أخبرته أنني متردد في إزعاجك، فوافق معي بأن ترتاحي قدر المستطاع. هل له علاقة بفرقة الرقص التي أنت معها؟ لا، لكنه معجب بفن الباليه، إنه رجل أعمال. أعتقد أنه يملك عدة حصص في عدة شركات ويتسلم إدارتهم. إذن هو ثري جدا، ولديه الكثير من الوقت ليلاحق راقصات الباليه على ما أعتقد. بدأ مهتما كثيرا بك، لهذا تساءلت إذا كان ينتمي للباليه. استدار ليواجهها بعينين حادتين كالخناجر، بدت وكأنها تطعنها. هل هو حبيب؟ سألها باقتضاب. لا، لقد أخبرتك من قبل أن ليس لدي عشاق، أنا لست كذلك. هل ترك رسالة لي؟ قال أنه قادم من هذه الطريق يوم الجمعة، وهو ذاهب في طريقه إلى ريفيرا، فقال أنه يود رؤيتك، فوافقت. هذا كل شيء. حدقت روزبيل به في حيرة، فأدريان قادم إلى هنا غدا، وسيلتقي هو وليون، ولا يمكنها منع هذا اللقاء. ليون، يجب أن نتكلم قبل حضور أدريان. بشأن ماذا؟ بشأن حالتنا الزوجية. أجل، فأدريان يريد الزواج بي. أها، إذن هو الذي تقدم للزواج. إذن أتمنى له الحظ، لأنه سيجد الأمر صعبا جدا بما أنك متزوجة مني. أعتقد أنك أخبرته. بالطبع أخبرته، ولم يشكل الأمر أي صعوبة، ما زال يريد أن يتزوجني. أود أن أكون متحررة من اتفاقنا. أتقصدين اتفاق أولغا فالينسكا؟ سأل بصوت هادئ. كيفما تحب تسميته، هل ستوافق على الطلاق؟ لم يجب ليون، فنظرت إليه لكنه لم يكن ينظر نحوها، فما زالت ذراعيه متشابكة على صدره ونظراته متعلقة بحافة السرير عابسا. على أي أساس؟ سأل أخيرا. أنا لا أعرف، لكن لن يكون اتفاقنا صعبا. لن يكون؟ ما الذي جعلك تعتقدين هذا؟ حسنا، فنحن لم نعش سويا أبدا استثناء ذلك الشهرين في لندن، فنحن لم نعش أبدا كزوجين. هذا صحيح، لكن ذلك بسبب عدم توفر الوقت لديك لتكوني زوجة. لقد كنت دائما مشغولة جدا بمهنتك، يعني أنه شيء يجب أن تفعليه، ولهذا لم أصر أبدا، لم أصر على مجيئك إلى هنا. يجب أن تأتي بإرادتك الكاملة أو لا تأتي أبدا. أنا لا أفهم لماذا بقيت زوجا لي إذا كنت تريد زوجة هكذا. أنت لا تحبني، لم تحبني يوما، تزوجتني من أجل المال فقط. أعرف أنك كذلك، مهما قلت عن كونك مريضا في ذلك الوقت، وأنك لم تكن تدري ماذا تفعل، لكنك لم تكن غائبا عندما وافقت. تزوجتك لأن جدتي تدبرت ذلك، لكنك على حق، لم يدخل الحب في هذا الزواج، ولم أدعي ذلك أبدا مثلما فعلت أنت. أنا لم أدعي ذلك، كنت أحبك. لما كنت وافقت على الزواج لو لم أكن أحبك، ولما كنت تركتك تبقى في لندن. لكن لو أحببتني كنت بقيت معي حتى نهاية الموسم. كنت أحببت ذلك، أليس كذلك؟ تحبين أن يطاردك الرجل ويتبعك مثلما فعل أدريان كورويل هذا؟ تحبين أن يجلس الرجل في البيت ينتظر عودتك جاهزا ليلعق يدك ويهز ذيله ككلب مدجن؟ يا إلهي، بعد شهرين من العيش هكذا قد اكتفيت فعلا. أضاف بتوتر، أنا لست مدجنا ويجب أن تعرفي هذا، فأنا أعمل على طريقتي، لكن لم يكن هناك شيء يمنعك من المجيء إلى هنا ساعة تشائين. ومرحب بك أن تبقي الآن وتعيشي هنا حتى تملي. طالما لا أعيق طريقك على ما أظن، طالما أحتل المركز الثاني بعد هاجسك مونتيناي،
طالما أحقق رغباتك وأتعامل مع عشيقتك على أساس مدبرة منزلك. أنجيل، لم ولن تكون عشيقتي، وحتى لو كانت هذا ليس من شأنك كما قلت لك سابقا. لقد شرحت لك عنها البارحة وظننت أنك فهمتي، لكنك لم تنكر أنك أنت وهي كنتما حميمين لبعض الوقت، ويمكنك الحصول على عشيقة أخرى الآن. أنت على حق، يمكنني ذلك. إذن لماذا لا تبقين هنا لفترة لتكتشفي بنفسك أيتها العاهرة؟ ليس عليك أن تطلق علي ألقاب، عرضته بحرارة. أنا فقط أسترد حقي منك، لقد اتهمتني ببعض الصفات السيئة. ليلة أمس كنت وحشيا معك لأنني مارست الحب مع زوجتي، وهذا الصباح اتهمتني بالحيوانية. فجأة تحرك نحو الباب ثم وقف ونظر إليها. هذا الحديث الذي أردته لن يوصلنا إلى الشيء، وليس لدي وقت هذا الصباح. كل ما عليك قوله أنك موافق على الطلاق وتدعوني أعود إلى باريس. ليون، يجب أن تفهم أننا لا نستطيع الاستمرار هكذا. لقد قلت مرة أن ليس لدينا شيئا مشتركا، وأنت على حق، لكن لا يمكنني الموافقة على الطلاق، على الأقل ليس بعد. قال عائدا إلى الغرفة. ولم لا؟ لأنني لا أستطيع تحمل نفقاته. قال ببساطة: هذا السخف، لابد أنك جمعت بعض المال في السنتين الأخيرتين من أرباحي النبيذ والقطعان. لا يكفي، وكما قلت لك الموسمين الأخيرين كانا فاشلين، النبيذ ضعيف، لذلك علي إعادة استثمار أرباحي في الأرض. ليس لدي مال كافي في البنك لأدفع لك المال الذي أعطتني إياه أولغا والذي أسمته مهرك. ليس لديك أي مال. حسنا، ليس عليك أن تدفع لي شيئا. لا، يبدو يا حبيبتي أنك لم تقرأي وثيقة الزواج التي وقعنا عليها، فإنها تقول بوضوح أنه في حال فشل زواجنا يجب أن أرد لك المهر. ومن الواضح أن هذه كانت عادة في الأيام القديمة عندما كانت مثل هذه الزيجات شائعة. لقد استشرت محاميا في هذه القضية وقال أنه لا يمكنني أبدا الإخلال بالاتفاق ما دمت وافقت عليه بإرادتي. حدقت روزبيل فيه بصمت مستمعة إلى ما يقول. إذن كان قد استشار محاميا، فلا بد أنه فكر بالطلاق. لماذا؟ ليتزوج أنجيل، أم هناك امرأة أخرى؟ أنا لن أصر على تنفيذك لهذا الاتفاق. لن تصري، هذا كرم منك يا صغيرتي، لكن أنا متأكد من أن محاميك سيصر. وهذا الرجل ربما كورويل، أتعلمين أنه شيء جيد قدومه إلى هنا غدا؟ سأحظى بفرصة للقائه وللحكم عليهما إذا كان زوجا مناسبا لك أكثر مني. لكن ليس لديك الحق لتفعل هذا. بل أظن أن لدي الحق لذلك. عندما دبرت جدتي زواجنا جعلتني مسؤولا عنك شئتي أم أبيتي، ولطالما أخذت مسؤوليتي على محمل الجد. لا أبدا، أنت لم تأخذني جديا أبدا، فقد استغليت الموقف قدر ما تستطيع. وهل هناك طريقة أخرى للعيش؟ وهذا ما تفعله الآن. هذا صحيح، لكن ليس لديك الحق بالتقرير. ما إذا كان أدريان سيشكل زوجا مناسبا لي أكثر منك؟ فقط أنا أملك هذا الحق، وأريد أن أكون حرة بتفكيري بهذا العرض. قالت وكأنها تهدده. في هذه الحال لديك الوقت لتقابليه قبل أي قرار نهائي بشأن طلاقنا، وستبقين هنا حتى يأتي غدا. هذه المرة استدار وخرج من الغرفة ناظرا إليها بتحدي. كيف ستبقى معه ليلة أخرى في سريره؟ دهمتها أفكار خطيرة. لا لا، لن أبقى، صرخت، لكنه كان قد ذهب الآن. جلست هناك للحظات تتألم، فالجدال معه لم يجدي بأية نتيجة، وها هو يجرحها لأنه لم يسمعها ما أرادت سماعه. اتكأت على الوسائد وتأملت الغرفة. سيكون شيئا لطيفا أن تبقى طوال اليوم في هذه الغرفة متحججة بكاحلها حتى يعود ليون من عمله، فتنتظر عودته كزوجة شاعرة بالأمان
لمعرفتها أنه مرحب بها ساعة تشاء وطالما تريد البقاء هنا. غرقت في أحلام اليقظة متخيلة نفسها سيدة لهذا القصر وأما لأولاد ليون. خاب حلمها، فكيف يمكنها البقاء هنا وتنجب أولادا وهي تعلم أنه لا يحبها؟ فليلة أمس لم يكن فيها أي مكان للحب، أو على الأقل هي لم تفكر بذلك. لقد أرادها وجعلها تريده، لقد كان هناك مكان للرغبة فقط ولم تكن كافية لتأسيس زواج كامل. يجب أن يكون هناك شيء آخر، شعور روحي، وليون لا يمتلك هذا النوع من الأحاسيس نحوها. لقد قال ذلك بكل صراحة. لكن أدريان يحبها، فقد تبعها إلى أوروبا وجعلها تشعر بأنها مميزة، وسيأتي غدا لينقذها ويأخذها إلى فيلته في كاب دانتيب. لو أنها فقط تشعر نحوه بجاذبية أكثر، لو أنه أصغر قليلا، لو أنها فقط لا تشعر معه وكأنها مع عمها يدللها على الغداء أو العشاء. ماذا ستفعل الآن؟ كيف ستنسى الليلة الماضية؟ كيف ستبعد عنها صوت ليون الرقيق الممتلئ بالرغبة؟ كيف ستمحو قبولته عن شفتيها والتي كانت تسكت تنهداتها وتأوهاتها؟